اسمع فهمها لها زين الهضره ذي. قول الكبش اللي شريناه السنه كان يرعى في اسطاد نتاع السيتي. كان يرعى في اسطاد السيتي يما، ما كانش يلعب مع السيتي. واللحم ماناش نزرعوا فيه ولا نحوا فيه من الحيط باش تجي انت تدي في خض بالسهله. يا فهمتها لها، فهمتها لها، ما حبتش تفهم. ولا كلمه زوج تقول لك نبطل بطل. يقولها وليدي الزين العطر ألف وحدة تتمناه. هل عني الشيطان أما هل عني الشيطان؟ ألف وحدة رفضتني غير ذي اللي قبلتني. كيفاه نقول لها الهضرة ذي؟ يعني على بالي بيك، على بالي بيك، على بالي بيك جاي معاها مشاتي تديهولها. بصح واش نقول لك، كان ما فهمتش. احكي لها قصة قويدر من الأخر. 2 hours later. يا انتي ما تفهميش ولا واش نهي عليه، راكي تعقدي فيها. افهمي، قلت لك الكبش ما يتمسش عندنا في العيد، ما يتمسش. او أ سو بوان، يا انتي البوان اللي راكي تشوفي فيها قد هاك في الدار تولي قد هاك يتعلق الامر بالكبش تاع العيد. على بالكش قويدر خويا واش صرالو كي دار في خد الخطيب؟ على باليش. علاش واش صرالو؟ نقول لها الحقيقه زعما، باللي اي حاجه تديها لخطيبتك من الكبش تاع العيد ينحالك بي من صحتك. والو ما كان له والو، خلاص انسي ما كان والو. انا ما يهمني. شوف معليش، ما جبتليش الفخاض، جيب لي حاجه في الوسط. الفخاض جيب لي الراس، جيب لي الراس يا سيدي. ويلو طار الراس.